وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في موسوعة افتتاحيات الشطرنج، وفي هذا الفيديو هنستكمل الافتتاح المعروف بالراي لوبز، وخاصة دفاع مورفي، وهو اللي بيتميز بأن الأسود في النقلة الثالثة بيلعب A6. في الفيديو السابق اتعرفنا على افتتاح الراي لوبز المعروف بالطابق الاسباني اللي بيبدأ بالنقلات E4 E5، والابيض بيلعب نايت F3 عاوز بيدق ال E5، والاسود بيدافع بنايت C6، وهنا الابيض بيكمل ببيشوب B5 بيهاجم الحصان اللي بيدافع عن بيدق ال E5. وبكده وصلنا للموقف المميز للطابق الاسباني الراي لوبز المشهور بالنقلة بيشوب B5، وقلنا ان الاسود ممكن يدافع عن هذا البيدق باستراتيجية النقطة القوية اللي بيلعب فيها D6، وده اسمه دفاع شتاينتز. الاسود بيدعم بدقه اللي على ال E5، لكن وجدنا ان حصان C6 بيصبح مربوط على الملك وما بيقدرش يتحرك ابدا غير بعد تبييت الملك، وكمان تفريع شتاينتز ما بيوصلش الاسود ابدا الى اي موقف له هو فيه التفوق، ممكن يوصل للتعادل ولكن بعد صراع طويل ومرير بيكون دايما هو فيه في المرتبة الادنى من الابيض اللي بيكون صاحب الافضلية، سواء كانت افضلية ضئيلة او افضلية واضحة وكبيرة. على اي حال الاسود ما كانش في احتياج للعب الدي 6 علشان يحمي بيدق الاي 5، لانه في الحقيقة مش في خطر، ولذلك الاسود حاول ان هو يطرد الفيل المزعج اللي في المربع بي 5 ولعب النقلة المشهورة اللي هي اي 6. الاسود لعب اي 6 طارد الفيل، ودي النقلة المميزة للدفاع اللي بنسميه دفاع مورفي في الطابق الاسباني، وبيطلب من الابيض تحديد مصير هذا الفيل. والاسود في الحقيقة مش خايف على بيدق الاي 5، لان الابيض لو كمل بيشوب تيك سي 6 على اساس انه بيتخلص من المدافع عن بيدق الاي 5، والاسود كمل دي تيك سي 6، ودلوقتي لو الابيض يحب ياخد بيدق الاي 5 نايت تيك اي 5، الاسود هيرد ببساطة كوين دي 4، عاوز الحصان اللي على الاي 5 وعاوز بيدق الاي 4 الابيض، وهيسترد البيدق فورا وموقفه هيكون ممتاز، ولذلك تم اعتماد النقلة A6 كأفضل نقلة للأسود في هذا الموقف، ولا خوف على بيدق الـ E5 حاليا. ودلوقتي هنعمل تجربة عملية علشان نعرف ايه تأثير النقلة A6 وهل هي مهمة او لا، فهنشوف تفريع في النقلة A6 وهنقارنه مع نفس التفريع لما الأسود بيعتمد اسلوب النقطة القوية ويلعب الدي 6. وتعال نشوف التفريع الاول، الاسود لعب دي 6 والابيض كمل بنقلته المعروفة دي 4، عاوز يجبر الاسود على الاخذ على المربع دي 4، والاسود بيكمل بيشوب دي 7 نايت سي 3 نايت اف 6 بيشوب تيك سي 6 بيشوب تيك سي 6، ودلوقتي الاسود عاوز بيدق الاي 4، والابيض بيكمل كوين دي 4 بيحمي البيدق، ودلوقتي طالب بيدق الاي 5، ولذلك الاسود اصبح مجبر على لعب اي تيكس دي 4 نايت تيكس دي 4 بيشوب اي 7 بيشوب جي 5. ولو حبينا نقيم الموقف اللي احنا وصلنا له هنقول ان الابيض له الافضلية لان لديه بيدق قوي في الوسط. ودلوقتي تعال نرجع للموقف الرئيسي، والاسود بدل ما هيلعب الدي 6 هيلعب اي 6 وعاوز الفيل، والابيض بيكمل بيشوب اي 4، وهنا الاسود هيلعب دي 6. ودلوقتي لو الابيض لعب نقلته المفضلة وهي جي 4 هتبقى النقلة دي في هذا الوضع نقلة سيئة، لان هنا الاسود ممكن يحرر حصانه من الربط ويلعب بي 5 عاوز الفيل بيشوب بي 3، وهنا الاسود ممكن يكمل بنايت تيكس دي 4 نايت دي 4 اي دي 4، وافضل نقلة حاليا عند الابيض هي بيشوب دي 5 عاوز الرخ روك بي 8 بيشوب سي 6 تشيك بيشوب دي 7. ودلوقتي لو نحب نقيم الموقف هنقول ان الموقف متعادل،
لأن التكسيرات أضعفت موقف الأبيض وحررت قطع الأسود، وبكده ظهر إن الأسود بنقلته الـ E6 غير مجرى الدور ووصل للتعادل سريعا. ودلوقتي تعال نشوف تفريع ثالث الأسود هيعتمد فيه استراتيجية الهجوم المضاد، وهيلعب في الموقف ده نايت F6 عاوز بيدق الـ E4، والأبيض زي ما شفنا في الفيديو السابق بيكمل بكسل وبيسيب بيدق الـ E4، والأسود بياخده نايت تيكس E4، وهنا الأبيض بيلعب نقلته المفضلة D4، والأسود بيكمل بيشوب E7 كوين E2 عاوز الحصان، والحصان بيتراجع نايت D6، وهنا الأبيض بيكمل بيشوب تيكس C6 BC6، والأبيض هنا بيسترجع بدء مرة أخرى دي تيكس E5 عاوز الحصان، والحصان بيتراجع مرة أخرى نايت B7، والأبيض بيكمل نايت C3. ودلوقتي لو نحب نقيم الموقف هنقول إن الأبيض له تفوق ملحوظ بسبب إن له بيدق قوي في الوسط وأتم التبييت وأمن ملكه ومتفوق في التعبئة، بينما الأسود حصانه أخذ رحلة طويلة ودلوقتي موجود على المربع B7 ولسه عليه إن يتحرك مرة أخرى عشان يوصل لمربع ملائم. ودلوقتي تعال نرجع تاني للموقف الرئيسي ونشوف نفس التفريع، لكن الأسود هنا هيلعب A6 عاوز الفيل بيشوب A4، وهنا الأسود هيلعب بنفس الطريقة نايت F6 استراتيجية الهجوم المضاد عاوز بيدق الـ E4، والأبيض هيكمل بكسل، والأسود هيكمل كالمعتاد نايت تيكس E4، والأسود فاز ببيدق، لكن الأبيض بيكمل في نفس مسيرته وبيلعب نقلته المفضلة D4، وهنا الأسود بيرد B5 عاوز الفيل مرة أخرى بيشوب B3. ودلوقتي هيبان الفرق بين هذا التفريع بالنقلة E6 ومن غير النقلة E6، لأن الأسود هنا هيقدر يلعب D5 وهيدعم حصانه اللي على المربع E4، ولو الأبيض كمل DE5 ويسترجع البيدق، والأسود بيرد ببيشوب E6 والأبيض هيلعب C3، والنقلة دي إجبارية وهنعرف بعد قليل ليه هذه النقلة إجبارية. ودلوقتي لو احنا قيمنا الموقف هنقول ان الموقف بين الطرفين متساوي بسبب ان الابيض قام بالتبييت وامن ملكه، والتعبئة على الطرفين متساوية، والاسود لسه ما بيتش لكن بيحتفظ بحصان قوي مدعم على المربع E4، وكمان الاسود مش هيلاقي اي صعوبة في استكمال التعبئة. بنعود مرة اخرى للموقف الرئيسي، واتفقنا على ان الاسود هيلعب E6 باعتبار ان دي افضل نقلة في هذا الموقف، والابيض بيتراجع بفيله بيشوب A4، ودلوقتي الاسود له النقلة، والحقيقة ان افضل نقلة للاسود في هذا الموقف هي نايت F6، لان من المستحسن دائما اننا نلعب بحيوية. على اي حال النقلات الاخرى غير نايت F6 هنناقشها فيما بعد. ودلوقتي الاسود عاوز بيدق الـ E4، وزي ما شفنا قبل كده اكتر من مرة الابيض بيسيب البيدق ويلعب كسل، وشفنا التفريع اللي الاسود بيلعب فيه نايت تيكس E4 او انه يترك البيدق زي ما هنشوف برضو بعد قليل يلعب بيشوب E7. وعلى اي حال النقلتين مناسبتين للاسود، وايضا بالنسبة للطرفين الابيض والاسود لازم يضعوا في ذهنهم المحددات التالية: لازم الأبيض والأسود يحاولوا يتمسكوا بوجود بيدق لهم في الوسط سواء على الـ E4 أو سواء على الـ E5، ولازم الطرفين يهتموا بالتعبئة السريعة، وبالنسبة للأبيض يحاول دايما إن هو يحتفظ بفيل المربعات البيضاء وما يعرضهوش للكسر أبدا لأنه مهم جدا في كل التفريعات، بينما خطة الأسود إن هو يحاول إن يلعب في وقت من الأوقات النقلة C5 ويحاول يسيطر على الوسط. وإذا وضعنا هذه العناصر في أذهاننا هيكون فهمنا لنقلات الأبيض والأسود أكثر سهولة. ودلوقتي تعال نشوف هذا التفريع: الأسود بيلعب بيشوب E7، والأبيض دلوقتي مش هيسمح للأسود بأخذ بيدق الـ E4 وهيكمل روك E1 ويحمي بيدق الـ E4، والأسود هيلعب
بي 5 عاوز الفيل، بيشوب بي 3، وهنا الاسود بيكمل دي 6 بيحمي بيه ده الاي 4 وبيهدد ان يلعب نايت اي 5 ويكسر فيه المربعات البيضاء. ودلوقتي الابيض مجبر على لعب السي 3 لان هذه النقله بتعمل مربع هروب للفيل على المربع سي 2 لما الاسود يلعب نايت اي 5. وبالفعل الاسود بيلعب نايت اي 5 عاوز الفيل، والابيض بيرد بيشوب سي 2، وهنا الاسود بيقدر ان هو يؤدي احد المهام المطلوبه منه وهي لعب سي 5 وبيحاول ياثر على الوسط. والابيض بيكمل بنقلته المفضله دي 4 والاسود بيلعب كوين سي 7. ودلوقتي وصلنا لهذا الموقف اللي هنشير اليه دائما بانه الخط الرئيسي. الاسود لعب كوين سي 7 ووصلنا للخط الرئيسي اللي هيتفرع منه الكثير من التفريعات الهامة. ودلوقتي عاوزين نقيم هذا الموقف وهنقول ان حتى الان كل شيء جيد، الجانبين وصلوا لأهدافهم الرئيسية، الابيض له كتيبة البيادق المرضية له في الوسط، عنده بيدق على الدي 4 وبيدق على الاي 4 امام الاسود اللي عنده بيدق على الدي 6 وبيدق على الاي 5. ولكن في نفس الوقت الاسود تمسك بنقطته القوية ودلوقتي هو بيهاجم بقوة وعنف البيدق اللي على الدي 4. وبالنسبة للافكار اللي هيلعب بيها الابيض والاسود، نمرة واحد بالنسبة للابيض ان هو هيسعى لاداء المهمة الخاصة بالقيام بالضغط على الوسط الاسود خاصة بيادق الوسط، وهيحاول ان هو يناور بحصانه لحد ما يوصل الى المربع دي 5 او الى المربع اف 5. ونظرا لان موقف الاسود مازال متقلص فان الابيض هيحاول ان هو يبني هجوم ضد ملك الاسود. اما بالنسبة للاسود فيجب عليه التركيز لاغلاق الوسط، اما بانه يجبر الابيض على لعب دي تيكس اي 5 او ان الابيض بنفسه يغلق الوسط ويلعب دي 5. والاسود اذا نجح في هذه المهمة هيكون تأثيرها مفيد جدا بالنسبة له لانه هيقوي نقطته القوية اللي على الاي 5 وبالتالي هيحرر قطعه للعمل في مكان اخر. ولكن يجب على الاسود الحذر ان هو تحت اي ظرف من الظروف يأخذ اي فعل قبل ما يتضح الموقف في الوسط، والنقطة دي في منتهى الاهمية وخاصة بالنسبة للاسود اللي هو المدافع اكتر من الابيض، لان الاسود مازال بيحارب ويناضل من اجل التوصل الى التساوي في الموقف. اخر عنصر لتطوير لعب الاسود في الدور هو ان يعرف ان فرصه بتكمن في تطوير لعب مضاد في جناح الوزير، ولذلك يجب الا يسمح ابدا بعرقلة بيادقه في جناح الوزير، بل ان هو يسعى ان هي تكون متحركة ويحاول ان يفتح احد الاعمدة في جناح الوزير ويسيطر عليه. ودلوقتي يلا ننهي هذا الفيديو باننا نشوف احد التفريعات والمناورات بين الابيض والاسود اللي بتتم انطلاقا من هذا الموقف اللي احنا سميناه الخط الرئيسي. الابيض بيلعب H3 بيمنع الفيل من انه يربط الحصان لان الربط في بعض الاحيان بيكون مزعج، والاسود بيكمل كسل، والابيض بيلعب نايت بي دي 2، وطبعا احنا عارفين ان الحصان في طريقه الى احد المربعات يا اما اف 5 يا اما دي 5، والاسود بيكمل نايت سي 6 وبيضغط على بيدق الدي 4، والابيض مضطر ان هو يلعب دي 5، وبكده الاسود قدر يوصل لاحد اغراضه وهو اغلاق الوسط وبيكمل التفريع نايت دي 8 اي 4. الابيض عاوز ياخد بيدق البي 5 معتمدا على ان بيدق الاي 6 هيبقى مربوط على الرخ، والاسود بيكمل روكي بي 8، والابيض بيلعب سي 4 وبيضغط زيادة على بيدق البي 5، والاسود بيلعب بي 4 نايت اف 1. الابيض بيكمل في مناورته وعاوز يوصل للمربع اف 5، لكن الاسود بيرد بنايت اي 8 جي 4. الابيض بيمهد الطريق للمربع اف 5، لكن الاسود بيلعب جي 6 وبيمنع الحصان ان يجي في المربع اف 5.
نايت جي 3 نايت جي 7 كينج اتش 2 اف 6 روك جي 1 نايت اف 7 بي 3 روك بي 7 بيشوب دي 2 كينج اتش 8 كوين اي 2 بيشوب جي 8. ولحد هنا بينتهي التفريع. واذا حاولنا نقيم الموقف اللي وصلنا له هنقول ان الابيض له تفوق بسيط لان الاسود تم حرمانه من فرصه في اللعب في جناح الوزير، بينما الابيض اضطر الى اغلاق الوسط واتحرم من وصول حصانه الى مربع F5 او مربع D5. وممكن اتوقع ان باللعب الصحيح ينتهي الموقف بالتعادل. على اي حال وبالطبع الابيض مش هيرضيه ان الدور ينتهي بالتعادل، ولذلك هيحاول يحسن في نقلاته ويشوف نقلات اخرى غير اللي اتبعها في هذا التفريع. وكذلك الاسود هيحاول يحسن في موقفه ويوصل للتساوي بطريقة اسهل واسرع. ولذلك في الفيديو القادم هنبدأ من هذا الموقف اللي احنا مسميينه الخط الرئيسي، وهنشوف الابيض والاسود والصراع المستمر والمتوالي في الافتتاح المثير الطابق الاسباني. والى ذلك الحين اقول لكم يا اصدقائي الى اللقاء. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.